زميلي شريف يغير الكلمة، تفضل. تحياتي لحضرتك كابتن تامر ولضيوف حضرتك في الاستوديو والكل السادة المشاهدين. يمكن كابتن تامر بالتأكيد واحدة من المباريات الهامة للغاية سواء لنادي الإسماعيلي أو لنادي سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز. هنبدأ بالنادي الإسماعيلي كابتن تامر صاحب طبعا الأرض النهاردة. النادي الإسماعيلي بيبحث عن مواصلة الانتصارات تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمزة الجمل بعد تحقيق انتصار أول تحت قيادة الجهاز الجديد على حساب النادي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كابتن تامر عايز أقول لحضرتك حالة كبيرة من التركيز تسيطر على الأجواء داخل النادي الإسماعيلي بشكل عام، والمعسكر النادي الإسماعيلي اللي ابتدى من 48 ساعة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي كان حريص كل الحرص خلال الساعات الماضية على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم وتلبية كل الاحتياجات الخاصة باللاعبين من صرف مكافئات والتحفيز للمرحلة المقبلة، خاصة ان مباراة النهاردة بالنسبة للنادي الإسماعيلي اول مباراة كمان الثلاث مباريات المقبلة بشكل عام سواء امام سيراميكا او البنك الاهلي او نادي الزمالك لا تقبل طبعا القسمة على اثنين في ظل الوضع الحالي بالنسبة للنادي الإسماعيلي. عايز اقول لحضرتك كابتن تامر الإسماعيلي يبحث خلال هذه المباراة عن تحقيقه الفوز الاول على ملعبه على استاد الاسماعيليه منذ انطلاقه الدوري العام. لم يحقق الاسماعيلي اي انتصار على ملعبه خلال هذا الموسم، ايضا لم يحرز نادي الاسماعيلي اي هدف حتى هذه اللحظه على ملعبه، حتى مباريات كاس مصر امام بتروجيت ايضا انتهت بفوز الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحيه. فالاسماعيلي يبحث عن الانتصار الاول على ملعبه وايضا عن الهدف الاول. جماهير النادي الاسماعيلي يعني متواجده النهارده باعداد جيده الى حد ما لمواصله تدعيمها للفريق خلال المرحله المقبله. الجهاز الفني بقياده الكابتن حمزه الجمل عقد اجتماع مع اللاعبين يعني قبل ساعه ونص من دلوقتي للتاكيد على اهميه هذا اللقاء. فيما يخص فريق سيراميكا اللي وصل محافظة الإسماعيلية منذ 24 ساعة للدخول في معسكر مغلق، حالة كبيرة من التركيز تسيطر على جميع اللاعبين والجهاز الفني تحت قيادة فنية هنقول أيضا يعني كابتن أحمد سامي تولي المهمة في المباراة الماضية أمام الجونة، والنهاردة قيادة فنية أكيد بالنسبة له لسه في البدايات مع نادي سيراميكا بيسعى أيضا لمواصلة صحوة الانتصارات ما بعد الفوز على الجونة في المباراة الأخيرة. الدوافع أكيد بالنسبة لنادي سيراميكا أكيد عنده الرغبة لتحقيق الانتصار من أجل طبعا الاطمئنان على وضعه بشكل أكبر في جدول الدوري العام في ظل تقارب النقاط في ما بين فرق الدوري. هذا كل ما بين الفرق طبعا اللي بنتابعها أو العشر فرق الأخيرة في جدول الدوري العام في تقارب من النقاط، هذا كل ما لدينا من هنا من داخل استاد الإسماعيلية. والآن العودة لحضرتك كابتن تامر، تفضل. شكرا للزميل العزيز شريف عادل على هذا التقرير الوافي قبل انطلاق هذه المواجهة بين الإسماعيلي والسيراميكا كليوباترا في الجولة 19 من دوري المصري الممتاز.